الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. القوات المسلحة تؤكد دائما أن ولاءها لمصر ولشعبها العظيم، وأنها ستظل الدرع الواقي والحصن المنيع للبلاد. فالقوات المسلحة المصرية لا تدخر جهدا من أجل رفعة شأن الوطن وحماية أراضيه، إلى جانب المساهمة الفعالة في القيام بمعاونة أجهزة الدولة المختلفة في التصدي للأزمات التي قد تتعرض لها البلاد. فالجيش المصري يثبت يوما بعد يوم وعاما تلو الآخر أنه بحق خير سند لشعبه العظيم وقاطرة التنمية التي لا تتوقف، وأن هذا لم يأتي من فراغ ولكن جاء نتيجة لعمل متواصل وجهد دؤوب ويقظة مستمرة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وهذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. أكتوبر 73، رجال صنعوا النصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية، والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني ليظل دائما على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته. بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوي لعناصر المظلات. تلا ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية وباستغلال التمهيد النيراني. كما قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وذلك بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات. وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات،
ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة. وأشاد الفريق أول محمد زكي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وأداء المهام القتالية والنيرانية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات. وناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين في المشروع لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني، وقدم القائد العام التهنئة للفريق أسامة عسكر لتوليه منصب رئاسة الأركان، متمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة نجاح القوات المسلحة على كافة الأصعدة. كما وجه الشكر والتقدير للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق على جهوده طوال الفترة الماضية في دعم القوات المسلحة بما يمتلكه من خبرات علمية وعملية في مختلف المجالات العسكرية. وأثنى القائد العام على جهود القوات المسلحة في حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 في المدة من 17 وحتى 29 من أكتوبر 2021. التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5. استمرت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، والذي تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات. وقد شهدت الأيام الماضية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات، وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهاراً وليلاً، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين. يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والسيطرة وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة، وذلك في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية. اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 بمشاركة قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية، حيث بدأت المرحلة الختامية بكلمة قائد قوات المظلات نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة في التدريب، مؤكدا على أهمية التدريب الذي يسهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقد شملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وتأمين عملية الإسقاط الجوي للقوة الرئيسية والسيطرة على محاور الاقتراب لعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية. أعقبه تنفيذ أعمال الإسقاط الثقيل لعدد من مركبات القتال لتنفيذ عملية الاقتحام،
تنفيذ عملية الإبرار والإنزال الجوي، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية وعزل العناصر الإرهابية ودفع مجموعات القتال الرئيسية لاقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها. ودفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها. يأتي التدريب حماة الصداقة 5 في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية، وعدد من قادة القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الملحقين العسكريين، وسفير جمهورية روسيا بالقاهرة. التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 1 في المدة من 16 وحتى 29 من أكتوبر 2021 بقاعدة محمد نجيب العسكرية. التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 1. واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 1، والذي تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتي في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حيث أكد قائد قوات حرس الحدود خلال متابعته للأنشطة التدريبية على أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات في مجال تأمين الحدود، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للجانب السوداني الشقيق، مقدما لهم أسمى كلمات الترحيب في بلدهم الثاني مصر. وقد تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في توحيد المفاهيم وصقل المهارات، بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة في ذلك المجال. كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية بما يلائم طبيعة العمل بالمناطق الحدودية، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات التي أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة بالتدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. يأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الممتدة بين الجانبين المصري والسوداني بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة لكلا الجانبين. اختتمت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 1، والذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود على مدار عدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. وألقى قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة في التدريب، مؤكدا قدرة الجانبين على تنفيذ كافة المهام المشتركة بدقة وكفاءة عالية،
وقد شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة التي تمثل طبيعة عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل معها بما تفرضه المناطق الحدودية من حيث الظروف المعيشية الصعبة وكيفية التغلب عليها. كما تضمنت الأنشطة تنفيذ عدد من الدوريات المشتركة مع فرض بعض المواقف التي استطاعت العناصر المشاركة بالتدريب التعامل معها باحترافية تنم عن استعداد قتالي عال، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة في مجال تأمين الحدود. وقد أظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين. يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية والتعرف على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب. حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية. في مذكراتهم هو يوم كيبور، وفي ذاكرتنا هو يوم المجد، يوم النصر، يوم ثأر فيه المصريون لكرامتهم، يوم تحطمت فيه كل التوقعات العالمية. أكتوبر 73، رجال صنعوا النصر. وفي النهاية نقول إن رجال القوات المسلحة يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، وفي نفس الوقت استمرار جهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة لتخفيف آثار الأزمات التي قد يتعرضون لها. حفظ الله دائما مصر أرضا وشعبا وجيشا.